المتابعون لفنه ينسون أنه قد رحل من فرط حضوره المتأصل في وجدانهم، إذ لا يزال يحيي ذائقتهم الفنية بجميل إبداعه وروعته. جمال داود فنان محلق بروحه في سموات الإبداع، فكان بحق عند لب وقته غنى للحب وللحياة وللثورة وللوحدة منذ زمن مبكر، ففاق سنه بملكاته، غنى فأطرب وتواضع فارتفع وأحب الناس فأحبه. ظهرت موهبته في بداية السبعينيات من خلال مشاركته في الحفلات الفنية المدرسية، حيث نال صوته وأداءه الكثير من الاستحسان. وكان في الثمانينيات فنان الأعراس الأول بوسامته المعهودة وصوته الشجي وحضوره الذكي. اتسع أفق إبداعه فأحيا احتفالات عدة وشارك في مهرجانات محلية وخارجية ومثل اليمن فحظي بجماهيرية واسعة. لقب بخليفة الفنان الراحل محمد عبد زيدي الذي احتضنه ورعاه وسمح له أن يغني الكثير من أغانيه مثل يا قلبي كفاية ويا حبيب العمر وغيرها من الأغاني الجميلة، وأصبح أحد النجوم المهمين في حفلات تلفزيون وإذاعة عدن. يا حبيب العمر حلو ما نفسي وكتر، يا حبيب العمر حلو ما نفسي وكتر. اشتهر بتقديم أعمال أساطين الغناء اليمني فحفظ للتراث مكانته، وتميز باللون العدني وأحيا أعمال الزيدي وأبو بكر فارع وياسين فارع وخليل محمد خليل وبامدهف وغيرهم. رحل عن دليب الأغنية العدنية في 24 من مايو من عام 2011، لكنه باق في قلوب ووجدان محبي الفن الجميل.